تعرض المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة دونالد ترامب لمحاولة اغتيال فاشلة، هي الثانية خلال شهرين، والمشتبه بتنفيذها يدعى رايان ويسلي روث، ويبلغ 58 عاماً بحسب وول ستريت جورنال. وكان ترامب يقوم بجولة للعب الجولف بملعبه في ويست بالم بيتش بفلوريدا، ومن أمامه أحد عناصر الخدمة السرية يجري مسحاً لرصد تهديدات محتملة قبل أن يرى روث يصوب بندقية عبر سياج نحو الملعب. وذكرت الصحيفة أن التحقيقات مع روث كشفت مفاجآت مثيرة، أبرزها كيفية القبض عليه حيث التقط شخص صورة للسيارة التي فر بها، مما سمح للسلطات بتعقبها باستخدام قارئ لوحة الترخيص على الطريق السريع. وانطلق روث الذي كان على بعد 366 مترا تقريبا من ترامب بسيارة نيسان سوداء اللون، بعدما أطلق نحوه عنصر الخدمة السرية 4 رصاصات وقبض عليه خلال هروبه باتجاه شمال وفق الصحيفة. وقالت السلطات إنها عثرت في السيارة على بندقية وحقيبتي ظهر وكاميرا فيديو محمولة من نوع جو برو وسط الشجيرات التي كان يختبئ فيها، مما يشير إلى أن روث كان يخطط لتصوير نفسه أثناء هجومه المخطط له. ووقف روث البالغ من العمر 58 عاماً أمام محكمة فيدرالية في ويست بالم بيتش بفلوريدا في إطار التحقيق الذي كشف مطلعون على مجرياته أن الرجل لديه تاريخ حافل من الإدانة الجنائية ومعروف للسلطات. وتظهر سجلات محكمة نورث كارولينا أن روث لديه تاريخ طويل من الإدانة الجنائية، بعضها كفيل بمنعه من امتلاك سلاح، فيما قال مسؤول إنفاذ القانون إن المدعين العامين قد يتهمون روث بجرائم أكثر خطورة. واستخدم روث بندقية من طراز AK مزودة بمنظار رقمها التسلسلي ممسوح، مما يصعب تحديد كيفية حصوله على السلاح. وبات يواجه تهمتي حيازة سلاح ناري برقم تسلسلي ممسوح وحيازة سلاح ناري رغم كونه مجرما. وتأتي هذه الدعوى الوشيكة في الوقت الذي يتزايد فيه توتر الرأي العام الأمريكي وسط تهديدات متزايدة بأعمال عنف ذات دوافع سياسية قبل الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، والتي تشهد منافسة شرسة. وفي حين أن مسؤولي إنفاذ القانون لم يكشفوا بعد دوافع روث، إلا أنه يبدو أنه كان متهماً بالحرب في أوكرانيا، فيما قال ترامب إن المشتبه به كان متأثراً بالديمقراطيين الذين صوره العديد منهم على أنه تهديد للديمقراطية. وأثارت محاولة الاغتيال الفاشلة المزيد من الدعوات لتعزيز أمن الرئيس السابق، وأثارت شكوكاً جديدة حول ما إذا كانت الخدمة السرية قادرة على حماية كلا المرشحين الرئاسيين بالنظر إلى تزايد مخاطر العنف السياسي. وارتفعت في السنوات الأخيرة التهديدات ضد المسؤولين السياسيين بشكل حاد، وهي زيادة عزاها مسؤولون هذا القانون إلى الانتقادات اللاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي والانقسامات الحزبية المريرة وفق الصحيفة.